انفضت الجلسة، موافقة بالإجماع وقرار أممي برقم 661 يفرض على العراق حصارا دوليا عقابا لغزوه الكويت في آب أغسطس 1990، قرار يكبل العراق بعقوبات اقتصادية خانقة لإجبار القيادة على الانسحاب الفوري من الكويت، ثم حصار يستمر لنحو 13 عاما انتهى بدخول القوات الأمريكية إلى بغداد في إبريل 2003. 13 عاما من الحصار والعقوبات القاسية تطال لقمة عيش العراقيين وتدفع مئات الآلاف منهم للهجرة القسرية، وتحرم من بقي في الداخل من الحصول على أبسط سبل العيش. مؤشرات الاقتصاد تتهاوى بفعل تعطل عجلة الإنتاج وشح الموارد. الأمم المتحدة تضطر لحل إسعافي باسم برنامج النفط مقابل الغذاء الذي شكل مخرجا ومتنفسا ماليا للقيادة العراقية ولفئة من الشعب. العراق واحد من بلدان العالم الذي وقع تحت وطأة العقوبات، سبقه ولحقه العشرات من البلدان والمنظمات والأفراد ممن خضعوا لإجراءات عقابية أممية أو منفردة، ما زال المواطن يعيش تبعاتها بعد انقضائها. في الفقه السياسي تمثل العقوبات الاقتصادية المسار الوسط بين الدبلوماسية والحرب، تستخدم أداة سياسية وأمنية لتعطيل الحركة التجارية والمالية للدول أو المؤسسات أو الأفراد، قد تكون شاملة لبلد بأكمله كالحظر الطويل الذي فرضته الإدارة الأمريكية على كوبا، أو تكون قاصرة على قطاعات أو أفراد كالعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على جمهورية روسيا الاتحادية بعيد ضمها لشبه جزيرة القرم أوائل العام 2014. أمميا تفرض العقوبات الاقتصادية بطريقتين، إما بحظر أو مقاطعة، ويكون الحظر عبر تعليق تصدير منتج تجاري بعينه، أما المقاطعة فتتم برفض استيراد منتج بعينه مصدره البلد المستهدف بالاستناد إلى المادتين 39 و41 من ميثاق الأمم المتحدة، اللذان يمثلان الإطار القانوني لفرض عقوبات اقتصادية على دول بعينها. وتأخذ العقوبات الاقتصادية أشكالا متعددة، منها حظر للسفر وتجميد للأصول وزيارة التعريفة الجمركية وحظر لبيع الأسلحة وفرض لقيود على حركة رؤوس الأموال وتخفيض المساعدات الأجنبية وتقييد حرية التبادل التجاري بهدف حمل دولة أو منظمة على تقديم تنازلات ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية. العقوبات الاقتصادية بالعرف السياسي قليلة التكلفة المالية ومنخفضة المخاطر، وتساوي بنتائجها حربا تقليدية دون ما جنود أو ضحايا أو ذخائر، وغالبا ما تستخدمها القوى العظمى كعصا للتلويح بها ترهيبا وترويعا. تاريخيا لم يسجل لأي عقوبات اقتصادية أنها حققت نصرا حاسما على نظام سياسي أو حكومة عسكرية أو مدنية، بل كانت الشعوب هي من تدفع فواتير تلك العقوبات. الشواهد كثيرة والتاريخ حافل بقصص العقوبات الاقتصادية على الحكومات والشعوب دون الأنظمة السياسية، آخرها ما يعيشها الشعب السوري من معاناة اقتصادية ومعاشية خانقة جراء سير العقوبات الأوروبية والأمريكية التي انهالت على دمشق قبل 9 سنوات نتيجة عقوبات متتالية أدت للهبوط بأكثر من 83% من السوريين دون خط الفقر، فضلا عن تهاوي سعر صرف الليرة ليصل إلى مستويات تاريخية
مع بدء تطبيق قانون قيصر لحماية المدنيين، والذي أحكم الخناق الاقتصادي على الدولة السورية. ووفقا لدراسة أجراها معهدي نيومان ونيون كير في العام 2015، فقد ساهمت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة على عدد من الدول والحكومات إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المستهدفة بالعقوبات بأكثر من 2% سنوياً. وخلصت الدراسة إلى أن الأثار السلبية للعقوبات تستمر عادة لمدة 10 سنوات، وتؤدي إلى انخفاض إجمالي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلد المستهدف بنسبة 25.5%. كذلك فإن الدول أو الجهات التي تفرض عقوبات على جهات ودول أخرى قد تتعرض هي الأخرى لخسائر كبيرة أيضا. أوروبا مثلا خسرت حوالي 60 مليار دولار في عام واحد جراء فرضها عقوبات اقتصادية على روسيا الاتحادية، وكذا الشركات الأمريكية التي فقدت أسواقا بمئات الملايين من المستهلكين بسبب العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على تلك الأسواق. كوريا الشمالية واحدة من بين أشهر دول العالم التي تعيش وشعبها تحت ظلال العقوبات الاقتصادية منذ 50ينيات القرن الماضي. زادت عليها الأمم المتحدة في العام 2006 حظرا جديدا يمنع عنها شراء السلاح واستيراد المعدات التكنولوجية أو تصديرها، عقوبات تسببت وما تزال بحرمان بيونغيانغ من عائدات ملياريه من التصدير، وخاصة من مادة الفحم. إيران ما تزال تتجرع دفعات من العقوبات الدولية والأمريكية تباعا، بدءا من الحظر على الأصول والسفر وتجميد عائدات النفط في الولايات المتحدة الأمريكية ووقف لتحويل الأموال، عقوبات اشتدت وطأتها بعيد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، ما أدى إلى هبوط قياسي في القدرة الشرائية في طهران مع وصول سعر صرف الدولار إلى 270,000 ريال إيراني وصعود التضخم بنسبة 34% بنهاية العام 2020 وفق تقديرات صندوق النقد. الشواهد والأمثلة كثيرة عن فشل العقوبات الاقتصادية في تحقيق أهدافها السياسية. فالنظام السياسي في كاراكاس ما زال على عقيدة هوغو شافيز الشيوعية، ولم ينكسر حتى الآن في وجه العقوبات الأمريكية التي زادت من أسعار السلع والخدمات على الشعب الفنزويلي بأكثر من 54,000% بين العامين 2016 و2019 وفقا لصندوق النقد الدولي. السودان، ليبيا، كوبا، ميانمار، رواندا والصومال وغيرها تتعرض منذ سنوات لعقوبات اقتصادية أممية بمستويات ودرجات مختلفة. من قبلها إيطاليا التي غزت أثيوبيا في العام 1935 وجنوب إفريقيا في العام 1977 للضغط على نظام الفصل العنصري الأبرتايد. وأمام فشل العقوبات الاقتصادية التقليدية في تحقيق أهدافها، أخذت بعض القوى الكبرى تتجه نحو العقوبات الذكية، وذلك بالاعتماد على إلحاق الضرر بالمتسببين في الحوادث أو القضايا التي فرضت بموجبها العقوبات دون غيرهم من المدنيين. ومن أشكالها المنع من السفر والطيران والحصول على التأشيرات وتجميد الأصول والتضييق على حركتهم. قصار القول، العقوبات الاقتصادية بالمنظور العام شكل من أشكال القوة الخشنة، أزهقت أرواح الملايين بسلاح الجوع والمرض، لكنها لم تزهق يوما دولارا واحدا من الحساب المصرفي لواحد من المعاقبين.